صرح جديد من صروح المجد تشيده أيادي المصريين ليحجزوا به الصدارة والريادة في هذا المجال بين الأمم. مجمع مصانع الكوارتز شاهد على ذلك، فهو الأول من نوعه والوحيد ليس في الشرق الأوسط وليس في أفريقيا، وإنما في العالم أجمع، الذي يقوم على هذه الصناعة بالكامل في كل مراحلها، منذ بدء عملية التعدين في محاجر مرسى علم وحتى خروج المنتج في صورته النهائية هنا في العين السخنة. ربنا سبحانه وتعالى حب مصرنا الغالية بالكثير من الكنوز في باطن الأرض، ومن ضمن الكنوز دي خام الكوارتز اللي احنا النهاردة بنحتفل بافتتاح أول مجمع إنتاج الكوارتز في جمهورية مصر العربية والدول العربية والدول الأفريقية. مش بس كده، احنا بنعلن وبكل فخر كمصريين ان احنا الدولة الأولى والوحيدة على مستوى العالم اللي تملك مقومات الصناعة بالكامل، ابتداء من تواجد المنجم وتوفر الخام حتى الوصول إلى المنتج النهائي. ما فيش دولة في العالم عندها تكامل التوفر مقومات صناعة ألواح الكوارتز غير مصرنا الحبيبة بإذن الله. بسواعد مصرية 100% من أوائل خريجي الكليات الهندسية المصرية، والذين تلقوا أعلى التدريبات الميدانية في الخارج ليعودوا محملين بأرقى ما وصل إليه العلم والخبرة العالمية، وبتكنولوجيا إيطالية أتقنتها الإرادة المصرية، بل وفاقتها من حيث التطبيق العملي على أرض الواقع، كانت نواة هذا المجمع. تم إنشاء هذا الصرح بناء على توجيهات السيد الرئيس بإضافة قيمة مضافة وتعظيم الاستفادة من خاماتنا اللي موجودة في بلدنا. كان من ضمن الخامات دي الخام الكوارتز اللي هو بيعتبر الذهب الأبيض، وبناء على هذا التوجيه تم دراسة الاستفادة منه وتم إنشاء هذا المجمع. المجمع ده بيكون من 5 مصانع، الخمسة دول بعبارة عن مصنع التكسير الأولي، وده اللي موجود في مرسى علم جنب المنجم بتاع الكوارتز اللي هناك، وبعد كده في عندنا في منطقة العين السخنة هنا في 4 مصانع تابعين للمجمع، بيدخل في بعض الصناعات الدقيقة اللي بتحتاج درجة حرارة وبتحتاج ضغط جامد، وبتبدأ بعد كده من الصناعات، من أهم الصناعات دي صناعة الرقائق المعدنية، بيخش في أجزاء من صناعة الساعات. الكوارتز موجود في كل الصناعات اللي بتحتاج خامة ذات صلابة عالية. عندنا أنقى مادة خام على مستوى العالم، احنا المصنع الوحيد على مستوى العالم عنده دائرة مقفولة من أول المنتج الخام لحد التكسير لحد السلابس، او ده الوحيد على مستوى العالم، لان بعض الدول طبعا اللي عندها جزء من عمليه التصنيع. درجه النقاء 99.8%. اهم مميزات المبنى عندي سيادتك ان هو مزود بسيستم متكامل للتخلص من الاتربه والدست الناتجين عن عمليه الخلط، ده حفاظا طبعا على سلامه العاملين وعلى البيئه. كمان المبنى بالكامل مزود بليزر بارير عشان حمايه العاملين، بحيث لو اي حد دخل جوه الحيز بتاع الماكينة وهي شغالة أوتوماتيك بتقف. بدأ الأمر بفكرة ثم نضجت وتبلورت حتى صارت واقعا نقف على أرضه ونراه رأي العين، ومن هنا كان هذا الصرح الذي ولد كبيرا ليكون شاهدا من شواهد الإرادة المصرية الماضية قدما في بناء الجمهورية الجديدة.